أجرى موقع الفن لقاء مع الممثلة سارة أبي كنعان، فكيف ردت على تشبيه البعض إلى بالممثلة نادين نسيب نجام، وشو قالت عن الفيديو اللي جمعها بالممثل يوسف الخال؟ من فترة شفنا فيديو إلك مع الممثل يوسف الخال، هيك فيديو مهضوم. ثابت إنه كنت على ست تصوير يوسف كان عم بيصور، وسرقت هيدا الفيديو سرقة منه. بحبه كتير ليوسف وبوجه له تحية كتير كبيرة. معقول ترجعوا تكرروا التجربة الثنائية مجددا؟ إن شاء الله، أنا وياه حابين وكنا عم نحكي بهذا الموضوع، إن شاء الله. ما حدا بيعرف عن أعمالك الجديدة، شو بتحب تخبرينا؟ في عمل كتير حلو جاي، بس ما فينا أحكي أكتر من هيك. من فترة بعض الجمهور صار يشبهك بالممثلة نادين نسيب نجام بالملامح، فكيف بتردي على الموضوع؟ ما فيني غير رأي الناس إذا هيك بدون يقولوا، مع أنه أنا ما بوافق على هيدا الشيء، ومع أنه أنا كتير بحبها لنادين وبلاقيها من أجمل النساء، بس مش شايفة وجه التشبيه أبداً يعني. بس إذا الناس هيك بدها استفلوا يحكوا، ما عاد فيني صلح للناس صراحة يعني. برمضان شو عم تحضر؟ ما عم بحضر صراحة، عم بحضر لشي جديد وما لحقت احضر شيء، بس عم شوف شوي مقاطع من للموت الجزء الثاني، لانه كنت حاضره الجزء الاول وبدي اقعد احضره بعدين على رواق. اي حبيت الجزء الثاني ولا الاول اكثر؟ ما فيني اقول، لانه بعد ما حضرت الجزء الثاني، وقت احضره كله بقول، بس بتصور اثنيناتهم احلى من بعض يعني، واضح مبين من هيدا الشيء اخراجيا وانتاجيا وتمثيليا. شو بتقولي لأبطال العمل ماجي بغصن ودانييلا رحمي ومحمد الأحمد وبديع بوشقرة والكل؟ يعطيهم ألف عافية يعني. هن كانوا إذا بدك استمرارية رمضان السنة. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.